الاخير هو ان المعدات يعني ديال الترانسميسيون يعني اللي جبت مباشر كانوا وقع خلل ومن بعد تركناه وحطينا المباراه دغري انا ما حطاش مباشر ولكن انا اخر يعني ب 45 دقيقه ولكن تم بث المباراه اليوم ماشي ما حطاش المباراه يعني وللاسف يعني هذا شيء يوقع يعني تاخرت 45 دقيقه ولكن يعني حطيناها وكنعتذر للجمهور الذي راه للجمهور ديال شباب ريف الصبي يعني وكنتمناو ان يعني اكيد ان كنتصور ان الاسف ديال الجماهير خدمت الامل ديالها ولكن يعني نخدم بانفسنا باش ان هذا النوع من الاعطاب ما يوقعش للاسف انه وقع في المباراه ولكن كناخذوا كامل الاحتياطات باش الامور تكون على ما يرام في المباريات كل المباريات يعني البطوله الوطنيه فنتصور اننا كما قالوا حاولوا 240 مباراه سنويه ربما وقع خلل يعني تقني يعني دركنا صحيح انه جاء مؤخر 45 دقيقه ولكن كانت المطاف